تتناقل سيرة أبيها منتقدة في نفس الوقت الميزانية المخصصة له وكذا تغييب الدور الدبلوماسي للشهيد. سميرة إيراتني والتفاصيل. تأسفت نجلة المناضل الراحل كريم بالقاسم كوثر بالقاسم من عدم دعوتها لحضور عرض الفيلم الذي تعرض لسيرة أبيها والذي أخرجه أحمد رشدي، كما تساءلت عن سر شح ميزانية الفيلم التي قدرت ب 35 مليارا، في حين أن فيلم فاطمة سومر خصص له أكثر من 120 مليارا. لم يتكلم فيلم على البعد السياسي الدولي après que les maquis soient détruits, c'est Krim Belkacem m'a donné une revanche politique pour l'Algérie. On n'a pas parlé de l'ONU, on n'a pas parlé de sa relation avec Mao Tse-Tung, on n'a pas parlé de sa démonstration édifiante à la Ligue arabe, on n'a pas parlé du GPRA, de la création du GPRA, des trois GPRA. On a la deuxième partie. Et la troisième, c'est une autre paire de manches. السيدة كوثر أكدت في الوقت نفسه أن الفيلم أنصف كريم بالقاسم فيما يخص علاقته بالمناضل عبان رمضان. هو اللي جاب عبان رمضان وهو كان عزه كان أخ يعني. Il n'avait aucune raison d'éliminer. Mon père n'est pas un tueur, c'est un guerrier. حقائق تاريخية كثيرة اختزلها المناضل كريم بالقاسم، والتعرض لسيرته الذاتية هو إماطة اللثام عن الكثير من القضايا التي من شأنها الإجابة عن أسئلة كثيرة تشغل الجزائري اليوم. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، ولا بأس بالتذكير